هذا أنا، سؤال يفتح أبوابا كثيرة. إذا بسألك مين هو المطرب بتقولي لي سوري بدي أتحفظ على اسمه، بتقولي اسمه لنعرف ليه. لا لا لنعرف لا. ليه؟ لنسلط الضوء على قصة نجاح. عندك نجومية وعندك أغاني وعندك حضور جماهيري، ما بيأثر عليك إنك توني بعدك عم بتغني بديوان المير؟ لا ليش ديوان المير شو بيه؟ تحمل في طياتها الدمعة والابتسامة. أي هيدي أنا. ساعة تأخذنا إلى ما وراء الكواليس في حياة الفنانين. هقول لك فني طبعاً أولاً، طبعاً هذا أنا طبعاً. هذا أنا مع طوني خليفة يأتيكم على قناة الظفرة في الأوقات التالية.